نبدأ مع بعض المرحلة الأخيرة أو المحاضرة الأخيرة في المرحلة الأولى، واللي بيها هنختم أساسياتنا في سينما 4D. يمكن الموديل يبان ضخم معقد، بس هو بصراحة سهل سهل وخطواته هتتكرر كتير. يعني هو الهدف منه فريلانس ستايل. يعني بصراحة أنا مش عارف أنا عملت إيه أصلا، مش عارف دي عبارة عن إيه أساسا، بس نقدر نقول حاجة واخدة طابع الساي فاي أو الخيال العلمي يعني. إنما هي إيه تحديدا أنا معرفش. تعالوا نبدأ على طول، لأن أنا متأكد إن أنا هطلعها بشكل تاني وإحنا شغالين. بس تعالوا نبدأ، نروح للفايل نيو عشان ما تستغربوش المنظر. انا خافي الجريد كالعاده، هقول له جريد. هروح لرندر سيتنج، من اوتبوت هقول له انا عايز 960 في 540. يعني هو يعتبر هاف اتش دي، يعني لان لو اشتغلت على 1280 في 720 هتاخد وقت طويل قوي في عمليه الرندر. لكن طبعا لو انت بتشتغل يبقى هتشتغل على فيديو اند فيلم، وهتقول له اتش دي تي في 720. لكن دلوقتي انا هحطها للقيمة دي. نبدأ الاول من سيلندر، خلي الريديوس ب100 والهايت هقلله شوية. انا يعني في عادة وسوسة، انا بحب اطلع الحاجة فوق الجريد. هضغط ان بي عشان اجيب الجراد شيدنج، وبدءا ذي بدء كده هقوم جاي رايح عامله اديتابل كنترول زد. في نقطة دلوقتي، انا هبدأ الموديل ده وعايز احط تفاصيل كتير، تمام؟ لما تعوز تحط تفاصيل كتير بالمنظر ده، حاول ما تبدأش بروتيشن سيجمنتس كتيرة. لو المجسم بتاعك سموز ما فيهوش تفاصيل ولا بروز ولا الكلام اللي احنا عمالين بننحت فيه ده، ممكن تشتغل بحاجة زي 36 دي. لكن التفاصيل دي محتاجة الموضوع يكون إلى حد ما مربع، إنما لو احنا اشتغلنا على 36 هنتزنق في مستطيلات للصبح. فأنا عايز هنا خليها مثلا بتاع 24 ولا حاجة، يعني عدد كويس. وفي نفس الوقت لو طلعنا في التوب تمام، يديني سيجمنت في النص، يعني أحس إن المجسم بتاعي مقسوم 4 أرباع. يعني لو أنا عملت إيديتابل، بصوا كده عندي سيجمنت أهي من هنا لهنا في النص، وواحدة من هنا لهنا في النص، تمام. الاول لو رحت للديسبلاي وقلت له واير فريم من غير ما احول اديتابل، بصوا كده لو زودت خليتها مثلا 26، بصوا مفيش سيجمنت في النص. فانا بحب دايما خصوصا في الحاجه اللي يمينها زي شمالها، او الحاجه اللي هيبقى فيها تماثل كتير، بحاول اظبط الرقم ده بحيث يديني حاجه في النص. ممكن 20 برضو شغالة، تمام. فانت اظبط دي كده بحيث، طبعا بتحرك بالماوس على فكرة، وممكن بسهم الفوق وسهم التحت هيديها لي كده. افتكر ان 24 عدد مناسب. بعد كده اديتابل، وكالعادة اوبتمايز. هروح للفيسز سيلكشن وسيلكت شوية اللي فوق دول، وبعد كده هاخد اكسترود انر. هعمل اكسترود انر الاولاني كبير شوية. ليه؟ لان يعمل هي تفاصيل. بصوا بقى كده شايفين الشكل عامل ازاي مربع. لو كنا بدأنا بال36، استنوا هقول له كنترول زد مش هنخسر حاجة. هنروح هنا ادي 36، نفس الموضوع اوبتمايز. والله متهيألي باينة من قبل حتى ما اشتغل. لو جينا عملنا كده وكده اهو، خد عندك بقى، تمام. ف هنشتغل على 24، اوبتمايز سيلكت، خد دي الجو.
انا كبرت دي ليه؟ لاني هعمل هنا شوية تفاصيل يعني. بعد كده هسحب دي لفوق، تمام بالشكل ده كده، وبعدين اكسترود انر تاني بس لحد هنا وكفاية قوي على ده. ورايت كليك واقوم قايل له كلوز بوليجون هول، بس قبلها اتأكد ان انا مش عامل سيلكت على اي حاجة الاول، واروح للبوينت مود واقوم قايل له اوبتمايز، اتأكد انك مش عامل سيلكشن. بعد كده ايدج مود، رايت كليك، كلوز بوليجون هول، ونقفل. هنا هنلعب لعبة التوصيل، طبعا هنوصل بالنايف تول. بما ان هضغط كليك كليك، فعشان لو بالمنظر ده كليك وكليكة تانية النايفة تفضل شغالة معاك، تمام. فانا عشان اوفر على نفسي هاجي هنا على سنجل كات وكليك سنجل كات، بحيث كليك التانية خلاص خلصت. بس مبدئيا هقلب المسقط ده كده عشان ابقى شايف بس دي مع دي، هوصل بس الاتنين الاولانيين اتاكد ان انا تمام. ارجع لقواعدك واشتغل، تمام. هناخد دي مع دي احتياطي عشان نضمن ان احنا مش واخدين اتنين فيرتكس جنب بعض، ان ممكن تتزحلق منك وتيجي اتنين فيرتكس جنب بعض، هتبقى مشكلة. طول شوية وهات السناب، كليك تاني وتأكد ان انت على الفيرتكس سناب. بعد افتكر كانت شيفت اس، شيفت، بصوا شيفت اس توجل سناب اوف، شيفت اس توجل سناب اون كده اهو. كده انا بقيت خلاص انت ضامن انك انت على الفيرتكس. طبعا احنا بنوصل واحنا ضامنين ان احنا ما يطلعش عندنا مثلثات. خلي بالك لو خدت ده مع ده كده هتيجي توصل ده طلع لك هنا مثلث، كنترول زد، نخلي بالنا من حاجه زي كده. يبقى ده هيجي هيجي على طول هنا الاول، بس هاخد ده مع ده، وبعد كده اخد ده مع اوبس، كنترول زد، اخد دي مع دي، بعدين دي مع دي، بعدين دي مع دي، بعدين دي مع دي. كده خلصنا التوصيل، تمام. بص بقى عشان نرتب نفسنا دلوقتي، احنا هنعمل انهي ديتيلز؟ هنعمل الديتيلز اللي هي على الاركان. انا عندي هيبقى فيه هنا طبعا بعد كده شيفت اس عشان نشيل السناب. عندي ديتيلز في الركن ده وده وده وده، هحط هنا زي اربع مسامير. بعد كده هيبقى عندي هنا زي مقبض او فتحة مقبض، في النص هيبقى عندي مقبض وزرار. فاذا هنخلص منهم حاجة حاجة. الاول هكليك، بالمناسبة لو انتوا خدتوا بالكم انا طلعت هنا البوينت سيركل، طبعا انتوا عارفين الزرار بيتحط هنا ازاي، فانت يبقى طلعه. بس يعني هتقوم رايح كده راح فين، ويندو كاستمايزيشن كاستمايز كومنتس، وهتقوم قايل له افتكر هو اهو هيطلع لك بوينت تو سيركل. افتكر يعني اللي هيسالني يا باشمهندس هو البلوجن ده او السكريبت ده نلاقيه فين او بيتحط فين، اوتوماتيك هعرف انه ما شافش المحاضره اللي قبل دي مبدئيا يعني. المهم نيجي الاول في ده، شيفت مع ده، شيفت ده، شيفت ده. الخطوه المعتاده رايت كليك اكسترود انر. هو بصوا ليه انا بعمل اكسترود انر قبل ما ابدا اعمل اي حفر او اي قط؟ لان لو ما عملتش اكسترود انر واشتغلت على طول انا هبوظ الشيب اصلا. بصوا في حاجه بالبلدي كده بنسميها العصب بتاع الشيب نفسه، يعني انا ما اقدرش اقرب من الايدج دي، تمام، اللي هي الايدج دي ما اقدرش، لو قربت منها الشيب باظ. ما اقدرش اقرب من الايدج دي، ما اقدرش اقرب من الايدج، هي دي اللي بنسميها العصب، الحاجه اللي هي ماسكه او محدده المعالم الاساسيه بتاعه الشيب بتاعي. عشان كده لما بعمل اي ديفورميشن او بعمل اي حاجه ببعد
ببعد عن الإيدجات دي، تمام؟ هو ده السبب اللي هنا هنعمل عشانه اكسترود انر. خلاص العب هنا براحتك بقى، تمام كده احنا بأوبس. يبقى كده اهي، شفتوا ما كناش منشطين السناب، شفتوا اللي حصل؟ عندي 2 بوينت جنب بعض. هتقولي ما انت عملت اوبتمايز، ماشي اوبتمايز لو انت ضغطت على الترس ده. اوبتمايز بتشتغل في التولرانس ده، يعني اي نقطتين في القرب ده بتلحمهم في بعض فوق واحد. يقول طب ما تكتب يا عم 5 6، ماشي انت لو كتبت 5 6 سنتي هتلاقي عندك نقط جوه الشيب اتلحمت في بعضها هي كمان، تمام؟ فنلحمها ازاي؟ طريقتين، وانا بفضل التانيه. الاولانيه ان انا اعمل على الاتنين كليك ورايت كليك واخد ويلد، ويا اما الحمهم في دي يا اما الحمهم في دي. طبعا هي هتتلحم في دي لان دي الاصليه بتاعت الايدج دي، تمام؟ واحد يقول طب ما انت ممكن تلحم في دي، هقول لك ماشي، ما انا لو لحمت في دي هلاقي الايدج دي قامت بدل ما هي طالعه على العدل كده قامت طالعه كده، تمام؟ فانا ممكن اعمل كده خلاص اتلحمت. او الطريقه الثانيه رايت كليك وهاخد، ودي اللي بفضلها جدا، البوليجون بن. دي ما بتخيبش، دي هتقوم واخد دي كده اهو، اوبس بالسلامه خلاص، تمام. مش عارف بقى هنلف عليهم نقطه نقطه ولا ايه، بس هو هتظهر لو في حاجه هتظهر. تاني بقى كده رايت كليك واقوم قايل له اكسترود انر وناخد اوبس بالشكل ده، الدنيا زي الفل. هنا بقى العب براحتك خلاص، طالما خدت اكسترود انر لجوه اعمل هنا اللي انت عايزه، تمام. بس انا هاخد كمان واحده والعب براحتي. بعد كده هناخد السكريبت لوب سيلكشن وناخد اللوب ده ونروح على السكريبت كليك سكيل نسكيل كده، تمام بالمنظر ده. طبعا هو السكريبت بيديها لي لفه شويه، فهروح على الموف تول وتتاكد ان الاورينتيشن، ان الاورينتيشن على النورمال مش على الاكسس، عشان انا هحرك دول كده ازقهم كده، وهروح على الروتيشن كمان واقوم لففهم كده. مش لازم، ان بما ان كل حاجه اوتوماتيك فاحنا نثبت على الاوتوماتيك، لا عادي، واكبر بقى براحتي كده. انا كبرت الهول بتاعي زي ما انا عايز. اروح للي وراه لوب سيلكشن على اللوب ده كليك سكيل هات البوينتس كالعاده الادجستمنتس، ناخد دي في النص واخد روتيشن والف دي كده سكيل كبر. شفت اديت لنفسك مساحه، تمام. انما مش بما ان السكريبت عملها فخلاص بقى يبقى هو كده، لا عدل زي ما انت عايز واشتغل زي ما انت عايز. هنا كده اهو، يعني مثلا سبتها كده، سبتها كده ليه؟ ما انا عملتها كده خلاص، تمام. نفس القصة الف البوينتس، اتأكد ان للمرة الالف عشان في ناس بتغلط الاورينتيشن على النورمال، علشان يشتغل على النورمال بتاعة البوينت. لو سبتها اكسس هيشتغل على الاكسس دي، هتيجي تلف الدنيا هتبوظ منك، تمام. وللاسف مش هتاخد بالك منها غير لما تعمل سبديفيجن سيرفس، ساعتها هيكون فات الاوان على انك ترجع تصلحها تاني. ليه؟ لان هنعمل كميه كتس للصبح دلوقتي، تمام. هناخد دي وكليك سكيل 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 سكيل، خليها كده شوية. هات الموف، يا سلام يا سلام. طب كان ايه اجراء لو كانت نزلت كلها مظبوطة من الاول كده؟ لا احنا الواحد اتفحل. كليك على الفيسز، هو الراجل عامل لك سيلكشن على الفيسز. قبل اي حاجة الاول الت كليك عشان ننزل بالسب ديفيجن سيرفس، طبعا بنلبس تنيلة بس مش وقتها. رايت كليك اكسترود انر، دي بقى عشان ادي هنا شارب ايدج، وبعدين بعدها شارب ايدج تانية،
تمام. وبعدين واحدة كمان، انا هاخد الموف، او بلاش الموف على طول، ناخد الاكسترود، الاكسترود دي لجوه، بعدين اكسترود انر، بعدين اكسترود لجوه تاني. هفتكر كده تمام. لو جينا نعمل كده هنلاقي الهول بتاعنا زي الفل. ممكن نعمل ديتيلز حواليه. لو رحنا لده كده ورحنا للوب سيلكشن ومسكنا اقول لكم حاجه، نعمل حاجه احلى من الديتيلز كمان، بس خلوها بعدين، خلوها بعدين عشان احنا نعمل كاتس كتير. تعالوا بقى نشاربن بس البتاع بتاعنا ده. هاجي هنا وهقول له سيمتريكال كات، وهحط كات هنا وواحد تاني كده. كده انا مسكت الشيب بتاعي تمام، وبقى تمام وزي الفل. جميل تمام. كده احنا خلصنا من الناحية دي، هنرجع عليها تاني بس بعدين. تعالوا ناخد شوية الفيسز اللي في النص دي كالعادة، اكسترود انر، بعدين واحدة هي كمان، وواحدة خد دي على تحت، كنترول وناخدها على تحت كده. تمام. بعد كده هناخد دي اكسترود انر، لان لو احنا عملنا كده لو ما كناش عملنا دي كنترول زد، بصوا كنا هنلاقي دي عامله. والله لو انت حابب تسيبها كده تمام مفيش مشكله، اما لو عايزين نشربنها شويه فهنعمل كده، هنلاقي دي بقت شارب. هتقول لي طب ودي هي شكلها حلو، بس انا هشتغل علشان انا عايز دي برضو شارب اتش، وهنشوف هنعملها ازاي، لان دي فيها لعبه بصراحه بصراحه. يعني المحاضره كلها في الحته اللي جايه دي تمام. المحاضره العشرة دي على فكره هتبقى كذا جزء، مش عايز اقول لكم والله، يعني هي الحته اللي احنا هنتكلم فيها حالا اهم حته في العشر اجزاء، في الكام جزء اللي هيتعمل منهم المحاضره دول. المهم من غير رغي كتير، تعالوا نروح هنا لان احنا عندنا فعلا كلام كتير هنقوله، وهاخد الكام فيس اللي في النص دول وهقوم ساحبهم لفوق تمام بالمنظر ده. لو جيت عملت كده هلاقي المقبض ده. طبعا كنا يعني عشان اسيب فرق، يعني فرق كويس كده، وناخد دول ونطلع بيها على طول كده. مش عارف ممكن ناخد اكسترود الاول وبعدين نطلع. بس مش هتبقى مش هتبقى ظريفة يعني، خلينا نطلع بيها على طول. تمام هتبقى أظرف. لو جينا عملنا كده هنلاقي الدنيا كويسة أوي. طبعا عايزين نعمل لها شاربن وكلام من ده هنعمله حالا. طيب بما اني قلت هنعمل شاربن والقصص دي كلها، لو انا اصلا فكرت ان اعمل كات هنا، بصوا كده
رايت كليك وناخد اللوب، شيل السيمتريكال كات. بس بصوا المشكلة هتبقى فين، بصوا كده شايفين القط هيجي على فين؟ هيجي هنا. طب انا مش عايز دي، عايز اشربن دي بس مش عايز دي. تمام، هنعمل ايه؟ فاكرين اول محاضرة، اول محاضرة خالص، تمام، قلت ان الحتة دي مهمة اوي اوي كمان. سنجل كات، هنشيل سنجل كات، خلي بالك هنشيل سنجل كات، ونيجي هنا بقى ونمشي معاها داير مايلور زي المحاضرة اللي فاتت. تمام، فاحنا هنشتغل فين؟ هنيجي هنا ونكليك كليك كليك، هنخلص من دي بعدين. تمام كده كده كده، هي اللعبة هنا بقى. تمام كده هنا، فاكرين انتوا اول محاضرة؟ تمام، ونيجي هنا، نيجي نخليها فين؟ هنا هنا كده، وننزل وننزل على دي، هتعمل لنا أزمة شوية بس مش مشكلة، هي كده كده في حتة مدارية أساسا، بس برضو هنحاول إن احنا نشوف لها حل. كده دي في الفيس اللي هنا. بص ما تجيش هنا وتحاول تسحب الماوس، تحاول تعمل زوم ان وزوم اوت عشان ما تهرلكش القط، حتى لو ضغطت هنا برضو، لو عملت زوم ان واوت او رحت بالاداة في اي حتة هتضطر تعمل الخطوة دي تاني، فانت هاتها على ايدج، بعد كده اعمل اللي انت عايزه، وروح بقى يمين شمال، هي مسكت بس المهم تمسك في ايدج. تمام هنا، ونفس الليلة هنا وهنا كده، انا شغال عمياني. ايوه كده مظبوط، نجيبها في الايدج بتاعتنا اللي تحت دي، هنا هنا وهوب هنا. عايز منها حاجه؟ سكيب الاول بقى، هنشوف قصه الايدجز اللي هنا دي، ان الايدج دي كنا المفروض عملنا لها بيفل. طيب عموما ان شاء الله امرها يبقى سهل. هي الفكره انا عايز اخلص من المثلث ده، بس مش عارف يعني، انا ممكن لو عملت كده وعملت رايت كليك وقلت له ديزولف مش هيعمل مشكله، وبرضه لو سيبته برضه مش هيعمل مشكله، فهسيبه هنا. خلونا نشتغل فوق هنا بقى. لو تفتكروا المره اللي فاتت احنا رحنا عملنا رايت كليك وخدنا لاين كات، هنا انا عايز سنجل بقى لان انا هشتغل على كاتس. دي النقطه دي هتوصل بفين؟ هي ما قدامهاش الا هنا كليك، ومش عايزين مخاطره وهنشغل سناب. تمام، طيب دي كده خلاص وصلت بدول، بس دي فضلها كمان واحده، لان انت عندك هنا دي واحده تانية التالتة. احنا قلنا كل نقطه معاها تقريبا حوالي اربعه، الا لو النقطه دي على ايدج هيبقى تلاته. تمام، فانا كده معايا دي واحده، دي ايدج، التانية التالتة، يبقى النقطه دي يا اما تاخدها وتنزل بيها بكت لغاية تحت، وبالمنظر ده انت هتشوه الحتة دي كده، او ان احنا نقوم عاملين واخدين من هنا وحطينا هنا. هي الحركة دي كنترول زد، الحركة دي هتعمل لي مثلث، بس انا عملت كده
والله هو انا شايف انها ممكن تتساب، يعني انا شايف انها ممكن تتساب. على فكره زي ما قلت لكم انا مش هطلعها زي ما عملتها، ممكن اطلعها احسن على فكره، لان هي ما كانتش ماشيه معايا كده، ده كانت في هنا عندي، كان في هنا وش تمام، بس هي ماشيه ما شاء الله على حظكم، ماشيه زي الفل يعني، فعلا ماشيه زي الفل. طيب هنيجي هنا، ودي هنربطها مع دي، وهنيجي هنا ودي هنربطها مع دي، ونيجي هنا بدي هنربطها مع دي كده. الدنيا عندنا ماشية زي الفل. هروح الأوبشنز، آسف، فلتر أوبشن إيه، آسف، دي أيس بارمز زي ما انت شايفين، عندناش أي مشكلة. نيجي هون ونشيل دي ونعمل رايت كليك وناخد لو باث كات، حلوة دي لو باث كات، ماشي. هنا انا عايز لوب، اللوب ده واقف ليه بقى؟ ليه؟ عشان المثلث ده، عشان ده. جميل كده، الاتش دي ما ينفعش تشيل، كنترول زد. كانت غلطة وحشة الغلطة دي، مفيش حاجة من فوق. طب تعالوا نبص تحت. في تحت، طيب دول في حاجة أنا مش شايفها، الفيس ده، ما الفيس ده مقطوع أصلا، لاين ناخد دي وهنشيل الإيدج اللي فوق دي، ناخد دي ودي لو عملنا سلكت على الاتنين فيز دول. ممكن نجرب حاجة، لو عملنا رايت كليك وقلت له بوليجون